خوتي خواتاتي، صباح الخير عليكم. نتمنى تكونوا دائما بخير عليكم نتوما وكل احبابكم، واهلا وسهلا بكم في قناة عبد الله البركاني وفي قناة احباب عبد الله البركاني. اليوم في الصباح راني جيت للساحة ديال المسيرة الخضراء، حيت راهم دايرين فيها واحد المعرض ديال الفن التشكيلي، وجيت باش ندير بكم هذه الجولة الصباحية، وان شاء الله نشوف الأجواء ونشاركها معكم. المهم خليكم معايا حتى الآخر الفيديو. بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، منظمة الكشاف المغربي مندوبية أبيركان راها نظمت هذا المعرض التشكيلي الإبداعي لجميع الفنانين اللي موجودين عندنا بإقليم بركان تحت شعار لمسات تشكيلية إبداعية مواطنة. المهم هذا المعرض ديال الفن التشكيلي راهم بداوه يوم أمس الثلاثاء 11 يناير 2022 بساحة المسيرة الخضراء بمدينة بركان. كما قلت لكم أنا راني جيت للساحة ديال المسيرة الخضراء في اليوم الثاني يوم الأربعاء في الصباح باش نشوف هذا المعرض التشكيلي. بصراحة أنا من معجبين الرسم والفن التشكيلي. السلام عليكم، لاباس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أهلا وسهلا سي نور الدين مدران. بارك الله فيك. مرحبا بك وشكرا بزاف على هاد اللوحات الفنية الرائعة. الله يسلمك. وهنا مجموعة ديال الفنانين التشكيليين اللي شاركوا في هاد، كنا تلاقاو في الفضاء الأزرق ودابا تلاقينا هكا مع الجائحة ديال كورونا. ونتمنى إن شاء الله تكون هاد الساحة يعني رواق يعني في الفضاء المطلق ان شاء الله، يعني اون بلان اير باش نوصلوا اللوحات التشكيليه، لان مجموعه ديال الناس ما كتزعمش تدخل الجاليري ولا الرواق ديال الفنون ولا شي صالون دار ولا المتحف، ولكن انه هاد البادره انه ديال انه نقربوا اللوحه للمجتمع المدني، انه باش انه ولا شي عندنا عاودك ورشة ديال الفنون التشكيلية مع الأطفال، ومجموعة ديال الأطفال كاينة ديونا وباغيين أنه باغيين باش يتعلموا مدرسة يعني، ويكون هذا متنفس للمدينة إن شاء الله. إن شاء الله وما يكونش فيها الشمكارة نيشان، اللي بغينا خفنا أنه عندك الصحوة الشمكارة باش نستغلوا الشمكارة وندوروا حنا فين الفنون التشكيلية ما نلقاوش الذات ديالنا، باش تكون التوعية ربما مع مجموعة ديال الإخوان غادي نقترحوا أنه باش تكون كيقولوا تكون هاد الساحة تكون دائما في خدمة الفن، ما غاديش يكون غير الفنون التشكيلية، يكون توقيع ديال الكتاب مسرحية، ولما لا تكون الشاشة سينما سينما كما كنا تعودنا في الستينات ان شاء الله، يعني تكون سينما، تكون ربما الخزاف، معرض ديال الخزاف، معرض ديال الأعمال اليدوية ديال الصناعة التقليدية ديال بوركوا با، ولكن كل مره نغيروا المجرى ديال ان شاء الله. ان شاء الله نرى الاشاره لجميع الناس اللي بغاونا ورانا متواجدين هنا طيله هذا الاسبوع ان شاء الله، ونتمنوا لكم ان شاء الله التوفيق، ونتمنوا التوفيق لجميع يعني الاطفال اللي غادي يدخلوا يتعلموا. مرحبا بهم، لان مجموعه ديال الاطفال كيدومونديو لنا، بالك انا عند الاخت بشيري دومونديت انه باش يكون عندنا مدرسه ديال الفنون التشكيليه، ونحن راه الاشاره الجميل
الشرعي في المجتمع المدني. شكرا شكرا خويا نور الدين مدران، نشكرك بزاف على هذا اللقاء، والله يوفقك ان شاء الله في المسيره ديالك حتى انت ان شاء الله، ويوفق الجميع. امين بارك الله فيكم. شكرا. كما راكم تشوفوا خوتي خواتاتي، اللوحات الفنية الرائعة في ساحة المسيرة الخضراء فين كان المرشي القديم تاع الحوت. خوتي خواتاتي كما شفتوا جيت درت بكم هذه الجولة الصباحية الرائعة، وتلاقيت مع الفنان التشكيلي الكبير الأستاذ نور الدين مدران من مدينة بركان. بصراحة اللوحات الفنية التشكيلية دياله لوحات أكثر من رائعة. الله يحفظه ويعطيه الصحة ويوفقه في المسيرة الفنية دياله، وكذلك جميع الفنانين التشكيليين اللي متواجدين هنا في الساحة ديال المسيرة الخضراء. جميع اللوحات الفنية التشكيلية ديالهم كذلك أكثر من رائعة، برافو عليهم والله يعطيهم الصحة ويحفظهم ويوفقهم في المسيرة الفنية ديالهم. المهم خوتي خواتاتي نخليكم تشوفوا أجمل اللوحات الفنية التشكيلية ديال جميع الفنانين التشكيليين اللي عندنا في مدينة بركان، ونتمنى يعجبكم الفيديو وفرجة ممتعة. Oh.
غادي ملي كان التليفون ديال السته نتاع المؤامر وشوف اش كان عندها. خوتي خواتاتي، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال معرض لوحات الفن التشكيلي اللي داروه في ساحة المسيرة الخضراء، وما تنساوش ديروا اعجاب وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم واحبابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ومع السلامة، وان شاء الله في فيديو قادم. Good job.